What's up guys, and welcome to another unboxing. Today we're going to open OCG Clash of Rebellious. Shit. حطي لك هذا هنا على الطرف. Oh damn. بدنا تقصه وتعلقه مكان. كم فرق؟ ما اعرف. 24 بس مو بجارتي هذول صح؟ هناك كذا بس يجي مو بجارتي؟ لا بس في السي جي. هذاك 30 الاو سي جي ماله. ها اللي فيه الهول. او سي جي فاكس ماله مرخص. ما فيه وايد اشياء. الحين من تحت. اوكي. شوف انت بس طلع هولو. اوه هولو. اوكي. قلت لكم انا هولو بطلع من الورقه. هذا كذا؟ ما اعرف والله شو بس. قاعدنا يا ظني بطلنا شيء شيء. والله؟ اوه يس سيكرت. اوه سبيشل سيكرت ضربت عيبة. ها شوف. ها سيكرت عندنا. بعد اي باك؟ لا. تاخذ كل الهولز عندك. ايه كل الهولز طلعتها. بعد هولو مين؟ معهم كل يوم مو طلعت الرير هنا حسيت اصلا ما فتحنا هذا رير عندنا هنا عطونا سيكل حتى ها كمان عندنا نفس سيكل اقصى هذا الفلو هذا نايس انا ما بعرف تشيك على الكروت ما في لا ما مغاير شنو خاسي تفتح مرة وش تجي؟ ما تجي أحلى. حصلت سوبر مهم. هولو. نايس هذا. سيكرت الله يسر. أظن كل سيكرت. في جوست طير عنده ولا ما؟ دي ما أعرف شنو. إيه وش. ما حصلت غير. كلهم هني. يودا حصل. بسهولة تبطل هالفاك اوه صار واحد ثاني كل بوكس من هذا اي واحد من هولو عاد حصله هذا سبيشل رير كنا حصلنا هولو اكثر عن الاصلي لا الاصلي كل باك في هولو اوه دام قلت اوه الست ماسكر كم واحد حصلنا اكثر عن التي سي جي الذكي لا تي سي جي كل باك حصل فيه لا بس شوف ايش كثر حصلنا هون لاست باك انا عندي لاست باك اوه هولو بعد لاست باك مروان ما في هذا الريوس ايش حصلنا هذا بهذا هذا عفوا انا صراحه سبيشل سيكريت